نروح لأخبار الرياضة مع منى الشرقاوي. منى، ايه آخر أخبار الرياضة النهاردة؟ احنا عندنا أخبار كتير من جوه مصر ومن بره مصر. الله، خلينا ناخدكم في جولة للملاعب. اتفضلي. اتحاد الكرة بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حدد يوم 4 سبتمبر الجاي ميعاد مبدئي لمباراة الفراعنة قدام أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022. واستقر حسام البدري على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس عشان يستعد لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. واللجنة الأولمبية الدولية حددت يوم 21 يوليو آخر ميعاد لاستبدال اللعيبة في قائمة المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو، وحيتم تقديم تقرير طبي بحالة اللاعب اللي حيتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر. اتحدد ميعاد سفر لعيبة منتخب ألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية اللي هتتلعب في طوكيو في الفترة من 23 يوليو ل 8 أغسطس اللي جاي، وهيسافر منتخب ألعاب القوى على 3 أفواج. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن إقامة شوطين إضافيين في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والأول مرة في تاريخ البطولة اللي كان النهائي فيها بيقام على مباراتين للذهاب والإياب. السنة اللي فاتت كانت أول مرة تطبق مباراة واحدة فاصلة، والأول مرة هيتم تطبيق الأشواط الإضافية في حالة التعادل في المباراة اللي هتجمع الأهلي وكايزر تشيفز على استاد مركب محمد الخامس، وده في مدينة كازابلانكا المغربية يوم السبت الجاي الساعة 9 بالليل. بعثت فريق الأهلي وصلت امبارح المغرب عشان تستعد للمباراة ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت اللي جاي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. بالتوفيق. كايزر مواتينج جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز شايف ان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي نضج كرويا بشكل افضل مع الاهلي، وقال ان اعتقد ان نهائي افريقيا هتكون مباراه تاريخيه للفريقين في تحدي كبير من حيث التنظيم، لان الفريقين عندهم قدر كبير من الخبره وفاهمين حجم المنافس كويس قوي. منتخب شابات الكرة الطايرة فاز على منتخب بلجيكا صاحب الأرض بنتيجة 3-2 في أول مشوار تحديد للمراكز في المركز التاسع لل16 في بطولة العالم تحت 20 سنة في بلجيكا. النهاردة هيواجه منتخب الطايرة المصري مع منتخب بيلاروسيا. والمنتخب المصري لكرة السلة للسيدات نجح إنه يفوز في تاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب رواندا. قدر منتخب الفراعنة إنه يفوز بنتيجة 71-59 على فريق رواندا في اللقاء اللي اتلعب امبارح. وفريق أرسنال الإنجليزي خسر من فريق هايبرنيان الإسكتلندي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي اتلعبت امبارح ضمن استعدادات الجانرز لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021-2022. الدولي المصري محمد النني شارك أساسي مع أرسنال واستمر لغاية ما تم استبداله في الدقيقة 75 وشارك بداله هنري فرانسيس. نادي ليفربول الإنجليزي بيواصل استعداداته بتدريب قوي في معسكر الفريق في النمسا بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق. محمد صلاح شارك في التدريبات بشكل قوي وبدأ استعداده الفني والبدني بشكل جيد. والاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أعلن عن إجراءات تأديبية ضد إنجلترا بعد نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وده بسبب سلوك الجماهير ضد إيطاليا، بالإضافة لاقتحام بعض المشجعين ملعب ويمبلي في نهاية البطولة. والتهم اتوجهت للاتحاد الإنجليزي اقتحام أنصاره لملعب المباراة والاضطرابات اللي سببوها أثناء النشيد الوطني، بالإضافة لإضاءة الألعاب النارية.
نادي ريال مدريد الإسباني أعلن أنه هيلعب مباراة ودية قدام فريق ميلان الإيطالي في شهر أغسطس اللي جاي ضمن الاستعدادات للفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021-2022. وبكده فقراتنا وأخبارنا في الرياضة تكون خلصت. تعالوا ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. خليكم معانا.